بعد قطع الأمل من أي فرج بري إلى التفاوض البحري دور. أخيراً حدد إطار التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل برعاية الوسيط الأمريكي وتحت مظلة الأمم المتحدة في مقرها الناقورة. فترسيم الحدود خطوة ضرورية للأطراف المشاركين في هذا التفاوض غير المباشر، وهم لبنان، الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تحتاج إلى التفاوض لأنه أصبح لديها أنشطة نفطية تقريبا على الحدود. أما الولايات المتحدة فتنشد نجاحا دبلوماسيا لتلك الورقة لاستثماره في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القريبة. ولبنان بحاجة إلى تحديد حدوده البحرية كي يطلق بأمان عملية الاستكشاف في البلوك رقم 9 ويمارس كل النشاطات النفطية. فشركة توتال حددت أواخر كانون الأول 2020 موعداً للبدء بالحفر في البلوك 9 بمسافة تبعد 25 كيلومتر عن إسرائيل، بينما تمارس إسرائيل أنشطتها النفطية على تماس مباشر مع لبنان في حقل كريش الذي يبعد 4 كيلومتر فقط عن حدودنا البحرية. وخيراً فعل بري بأن أوكل التفاوض من الجانب اللبناني إلى قيادة الجيش، لأن دائرة التوبوغراف لديها أخصائيين وأصحاب كفاءة. كما أن حدود لبنان الشمالية والغربية والجنوبية بحراً غير مرسمة، ما يوجب إعادة التفاوض مع قبرص لترسيمها بشكل تقني عبر الجيش اللبناني.